الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وحبيب الحق وصفة الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الذي فتح الله به آذانا صما وأعينا عميا وقلوبا غلفا، وأخرج الله به الناس من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد والإيمان، وأقام الله به لواء التوحيد، ونشر الله به الأمن، وعم به السلام، الرحمة المهداة، والنعمة المسداة، والسراج المنير الذي صلى الله عليه وأمر ملائكته في السماء وعباده في الأرض بأن يصلوا عليه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما حن مشتاق إلى مثواك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم تبارك وتعالى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعمن سار على نهجهم وطريقهم وضربهم إلى يوم الدين. أما بعد، حي الله هذه الوجوه الطيبة، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. معذرة، كان المفروض النهاردة الدرس الثالث في كتاب المواهب اللدنية شرح المنح المحمدية، لكن أنا أخطأت وأتيت بكتاب غير الكتاب، فمعذرة. وأنا أريد أن ألتزم بنص الكتاب حتى لا أخرج عن النص، ومن ثم فحديثي معكم الليلة في رحاب نصرة سيدنا رسول الله، نصرة الحبيب، وما أحوجنا اليوم إلى أن نفهم معنى النصرة، ونتساءل كيف ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا نتساءل بما ننصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأن نصرته صلى الله عليه وسلم طريق الفلاح وطريق الفوز وطريق السعادة، طريق فلاح الدنيا وفوز وسعادة الآخرة. فالله عز وجل قال: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقبل أن أخوض في بيان معنى نصرته صلى الله عليه وسلم، أتساءل مع حضراتكم أولاً: من الذي أساء إلى النبي أولاً، أنحن أم الغرب؟ من الذي أساء إلى رسولنا؟
من الذي أساء إلى شخص سيدنا رسول الله؟ من الذي أساء إلى حضرة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام؟ نحن أم الغرب؟ ها؟ مين اللي أساء؟ تعالوا بينا. أنا تعالوا بينا، فتح الله عليكم، تعالوا بينا. الذي اليوم يكذب وينافق ويغش و أليس في هذا إساءة إلى رسول الله؟ الذي يأكل الربا ويأكل الرشوة، واليوم أنت لا تستطيع أن تصنع شيئا أو تفعل شيئا إلا عن طريق أمرين، إما وسطة وإما رشوة، وسط أو رشوة النهاردة، أليس في هذا إساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس في هذا إساءة إلى رسول الله؟ كثرة المنكرات وكثرة الفواحش وكثرة الزنا، أليس في هذا إساءة إلى رسول الله؟ كثرة النساء العاريات الكاسيات المائلات المميلات، وخروج النساء بهذا اللباس السافر الذي يرى اليوم، أليس في هذا إساءة إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس في هذا إساءة؟ ضياع العمل وغش العمل وعدم الإتقان في العمل، أليس في هذا إساءة إلى رسول الله؟ ظلم الحكام واعتداؤهم وميلهم وجورهم وعدم حكمهم بما أنزل الله وعدم حكمهم بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس في هذا إساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس في هذا كله إساءة إلى حضرة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام؟ ومن ثم أقول، من الذي أساء إلى النبي، نحن أم الغرب؟ من الذي أساء إلى النبي، أنحن أم الغرب؟ لقد أسأنا النبي بميلنا عن شرعته وبعدنا عن سنته وتركنا لهديه وميلنا عن طريقه وضربه واقتضائنا بغير نهجه، وهو الذي قال لنا صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حذو القذة بالقذة والمنكب بالمنكب، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه وراءهم. قيل: اليهود والنصارى. يا رسول الله، قال: فمن؟ أي فمن غيرهم؟ وهذه حقيقة. شبابنا اليوم يحاكي الغرب في لباسه، في قصة شعره، في سيره بالبنطلون الساقط الذي يظهر العورة، أليس في هذا كله إساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأليس في هذا كله ميل وبعد عن هديه صلى الله عليه وسلم؟ ثم نقول: المسيئون إلى النبي، لقد أسأت أنت أولاً أيها المسلم إلى رسولك بتفريطك وبعدك وعدم اقتدائك وعدم تنفيذك وعدم اهتدائك وعدم قوة التمسك منك بسنته وعدم تعلمك منك لسنته وعدم السير منك على طريقه وضربه ونهجه، مع أن القرآن نطق وقال لنا على لسانه صلى الله عليه وسلم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، مع أن الله قال لنا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أيها الإخوة الأحبة،
ومن هنا أقول لكم أجلكم الله وأكرمكم، نحن الذين أساءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغرب، فلو كان الذي أساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصورة أو بكاريكاتير أو بكتابة أو بأي نوع من الإيذاء أو بأي نوع من الأذية أو عن طريق فيلم ثقافي أو ما شابه ذلك أو بلقطة تلفزيونية، أقول لو كان هؤلاء رأوا المسلمين ملتزمين، رأوا المسلمين قائمين، رأوا المسلمين ثابتين على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلوا ذلك، وما أساءوا إلى رسول الله، وما اجترأوا على شخصه صلى الله عليه وسلم. إنني أقول لحضراتكم، أنتم الآن قد صرختم والكل يصرخ اليوم لمجرد فيلم أين المسلمون مما يزعمه المستشرقون كل يوم عن القرآن وعن النبي العدنان عليه الصلاة وأزكى السلام. قضية فيلم يا مسلمين، قضية كاريكاتير، القضية قضية مؤسسات ومنظمات تعلن الحرب على الإسلام. هذا الحرب الذي قاله الله قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، هذا الحرب الذي قال عنه الله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أيها الإخوة، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. أحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم، إن هناك جيوشاً جرارة، مؤسسات منظمة تعمل بعزم وتفكر بحزم كي تنال من القرآن ومن شخص النبي العدنان عليه الصلاة وأزكى السلام، وتشكك في الإسلام والناس من المسلمين نيام. اللهم إلا العلماء الأثبات والأزهر الشريف بما يزخر به من علماء يخافون الله، من علماء يتقون الله، من علماء فهموا الإسلام، يردون على مزاعم هؤلاء ويصرخون في المسلمين كي يتنبهوا، كي يردوا على هذا الجيش الجرار بالعودة إلى القرآن، بالعودة إلى هدي النبي العدنان عليه الصلاة وأزكى السلام، بفهم الإسلام فهماً صادقاً وتطبيقه تطبيقاً عملياً، تطبيقاً يراك فيه غير المسلم أنك قرآناً تسير على الأرض، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم تتحرك على الأرض، أخلاق هدي النبي عليه الصلاة وأزكى السلام الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. كتاب الله الذي قال عنه القرآن: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. القرآن الذي قال الله عنه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وسنة النبي وهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه الله: واتبعوه لعلكم تهتدون. والله يجمع الهديين
في آية في آخر سورة الشورى، فقال فيها جل علا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. أيها الإخوة الأحبة، ومن هنا أقول لحضراتكم: الإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتمثل في صورة كاريكاتير أو فيلم أو مسلسل، إنما الجيش الجرار من المستشرقين الذين كل يوم يخرجون بمزاعم يريدون من خلالها توجيه التهم إلى القرآن أو إلى سنة النبي العدنان عليه الصلاة وأزكى السلام. فمرة يقولون إن الإسلام ما أنصف المرأة وما كرم المرأة وما حرر المرأة وما أعطى المرأة حقها، ومرة يقولون إن الإسلام يزعمون أن الإسلام هضم حقوق المرأة بأنه أجاز للرجل التعدد وما أجاز للمرأة التعدد، ثم يقولون الإسلام ظلم المرأة في الميراث، ولذلك يجعلون اليوم في أوروبا وأمريكا ميراث المرأة كالرجل، على أنهم هم الذين أنصفوا المرأة. ورغم ذلك من يفهم الإسلام منهم ويقرأ عن الإسلام قراءة حقة ينقلب من عداوة إلى جندية واستئساد في الدفاع عن الإسلام ورسول الإسلام. يعني شوفوا امرأة أجنبية أسلمت وقرأت عن الإسلام وأخلاق الإسلام ورسول الإسلام، عارفين قالت إيه؟ لو لم يكن الإسلام ديناً لكان خلقاً. لو ما كانش الإسلام دين لكان خلق. لو لم يكن الإسلام ديناً لكان إيه؟ خلقاً. شوفوا الدين، لو ما كانش الإسلام دين كان يبقى خلق، كان يبقى مدرسة أخلاق. والنهاردة المسلمين مدرسة أخلاق، بس أخلاق إيه؟ أخلاق سيئة، أخلاق أشد من أخلاق الجاهلية التي قضى عليها سيدنا رسول الله، مش كده ولا لأ؟ النهاردة رجعنا إلى أخلاق الجاهلية ونسينا صاحب الخلق الذي قال الله له: وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذا أردنا، وليس تشكيك، اوعوا تفتكروا ان انا اسف، اوعوا تفتكروا ان الاستشراق وقف عند هذا، لا، بل دخل على اللغه العربيه، ودخل، خدت بالك، على القران، وقال لك القران ده فيه اخطاء لغويه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ابتدى يخشوا يقول لك القران فيه اخطاء، وعددوا ايات هم مش عارفين نظم القران الكريم فيها ايه، ولا درسوا قواعد النحو فيها ايه، خدت بالك، ودخلوا غلط كده. وخلي بالك، الله عز وجل له جنوده التي تدافع عن دينه، ولله جنود السماوات والأرض. لكن هنا السؤال: ليه ما نكونش احنا من جنود الله، ويكون كل واحد فينا جندي من جنود الإسلام، وجندي من جنود حبيب الرحمن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ليه ما تكونش جندي وانت جندي وانت جندي وانا جندي؟ ليه؟ ايه اللي يمنعنا؟ ما المانع إلى أن نكون كلنا جنوداً مسخرة للدفاع عن القرآن وعن النبي العدنان صلى الله عليه وسلم؟ ما المانع؟ إيه المانع؟ ما المانع؟ ما المانع لنا أن نكون جميعاً جنود أوفياء
أقوياء بواسل أسود تأزر بقوة في الدفاع عن القرآن وعن هدي النبي العدنان عليه الصلاة وأزكى السلام. ما المانع صلى الله عليه وسلم؟ إيه المانع؟ ما المانع لنا؟ ما الذي يمنعنا؟ ما الحائل بيننا وبين تحقيق هذا الغرض النبيل الشريف الذي أساساً الأصل فينا أن نكون له أوفياء؟ يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، مش كده ولا لا؟ وإنت ربنا خد عليك عهد في الميثاق وأنت في عالم الذر أن تكون به موحدا وله مؤمنا ولعقيدته جنديا مخلصا مدافعا. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. لماذا؟ وقد أخذ الله علينا العهد والميثاق، والله يقول أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. إذن العهد الذي أخذه الله علينا أن نكون له موحدين، وهذا أصل ما خلقنا له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون، أي ليوحدون، هذا هو أصلا ما خلقت له أيها الإنسان الكريم. أحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما المانع إلى أن نكون جميعا جنود بكل ما نملك، بكل ما نعرف، بكل ما تثقفنا، بكل ما وصل إلينا من معلومة أو معرفة أو بيان أو وجه، أن أكون من خلال معرفتي وقراءتي وثقافتي وعلمي وما تعلمته أكون جنديا للقرآن ولسنة النبي العدنان عليه الصلاة وأزكى السلام. ما المانع في هذا؟ إن الذي يصدك عن هذا أحد أمرين، إما عدوك اللدود الذي قال الله لك عنه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، وإما النفس الأمارة بالسوء، والله أمرك أن تجاهد نفسك وأمرك أن تنتقل من النفس اللوامة إلى النفس اللوامة. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس ولا أقسم بالنفس اللوامة. أمرك الله أن تدخل في سلك النفس الراضية المرضية الكاملة الملهمة وتجاهد نفسك، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فنحن مأمورون أن نجاهد أنفسنا من أجل الوصول إلى هذا الأمر وهذا الغرض. يبقى اللي بيمنعك عن هذا أحد أمرين، الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. والشيطان ربنا أمرك أن تجاهده بكل ما أوتيت من قوة، وعلمك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إزاي تتحصن من شيطانك، وربنا علمك كيف تتحصن من شيطانك. وخلي بالك أنت لو وفأت نفسك إلى أن تكون في جندية الدفاع عن ربك وسنة نبيك توكل الله بالدفاع عنك ضد أعدائك الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. فقال الله إلا عبادي ليس لك عليهم سلطان، مش كده ولا لا؟ إلا عبادي. وظن يعني الرسول ضربنا المثل بسيدنا عمر في هذه المسألة، يا عمر ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا آخر، مش كده ولا يعني الشيطان يبصرك شايف طريق داخل في طريق الأزهر يحود هو بورسعيد يمشي بعيد عنك. يعني بأي شيء وصل الفاروق عمر إلى هذه المنزلة؟ بالمجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بعد هذا أنطلق فأجاوب عن السؤال الذي بدأت به لقاء اليوم، كيف ننصر سيدنا رسول الله وكيف نرد على من أساء إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول لحضراتكم أول شيء، إذا كانت هناك حملة نميت هذه الحملات
بعدم نشرها وإذاعتها. ولله در من قال: رحم الله أقواماً أماتوا الباطل بهجره. رحم الله أقواماً إيه؟ أماتوا الباطل بهجره مش بنشره. والله لو كان هذا الكلب اليهودي اللي تحت برسلم صنع الفيلم وهو لص من لصوص هوليود أمريكا، خدت بالك؟ كان المسلمين كلهم شافوا، خدت بالك؟ يجي لهم الفيلم يحرقوه، ما ينشروهوش ولا يكتبوا على الفيسبوك، ويكتبوا على الفيسبوك والتويتر والنت في كل مكان: ها، حب رسول الله. أيها المسلم، لماذا أنت مقصر في محبة نبيك؟ هيا إلى حب الرسول، هيا إلى سنة النبي، هيا هيا هيا. ما كانش حد بهذا حس بالفيلم، لكن احنا زي ما بيقولوا عملنا أنا آسف، صنعنا للجلة سعرا. عارفين الجلة؟ روث البهائم. احنا عملنا من الحبة قبة وعملنا للجلة سعر، والمفروض ان احنا ما نعملش للجلة سعر، مفروض مثل هذه الأمور نموتها بعدم إذاعتها. ها، خدت بالك؟ رحم الله أقواما أماتوا الباطل بهجره، أماتوا. وربنا سبحانه وتعالى كان يأمرنا بهذا الأمر: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله إيه؟ عدوا بغير علم. يعني خدت بالك النهاردة المسلمين هم اللي نشروا وعملوا الراجل ده، خدت بالك، بطولة من لا بطولة، من أكذوبة صنعها المسلمين صنعوا له بطولة، مع إن لو المسلمين ما خدت بالك كان هيموت لوحده. ولله دور الشعر لما قال: ولو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بديناري. مش كده؟ لا، هيبقى الفتفوتة من الحجر ها بجنيه، هتبقى مشكلة، لها سعر. مش كده؟ لا، ولو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بديناري. دي أول حاجة. تاني حاجة، ها، عايزين ننصر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم زي ما ربنا علمنا إياه، ننصر حضرة النبي قوة حبه صلى الله عليه وسلم. وأنا ليا في كتاب المواهب اللدنية كيفية الحب لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، هبين الكلام ده تفصيلا إزاي أحب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أنا النهاردة بقول لك إجمال عشان تاخد كده وجبة تخرج منها تعرف كيف تنصر رسول الله، ها، إزاي تحب النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا عشان أقول لك كيف تحب النبي، تعال بنا الحديث واحد أدهولك في المقام ده. حديث رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله، ما تصلى عليه أنت، هو صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، متى يبلغ العبد درجة الإيمان الكامل؟ متى إيه؟ متى يبلغ العبد درجة الإيمان الكامل؟ يا رسول الله، متى يبلغ العبد درجة الإيمان الكامل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحببت الله. إذا إيه؟ إذا أحببت الله. الأعرابي قال لك بس تعالى، إزاي أحب ربنا؟ فقال له: يا رسول الله، وكيف أحب الله؟ كيف تكون محبتي لربي؟ كيف أعرف طريق الوصول إلى محبة علام الغيوب؟ كيف أفتح باب هذا الحب وألجه، أي أدخل فيه وأسير منه إلى الطريق، إلى طريق الوصول؟ كيف؟ قال: وكيف أحب الله؟ قال: إذا أحببت رسوله. وهنا مربط الفرس: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فقال الأعرابي لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: كيف أحب الله؟ قال له: إذا أحببت رسوله. قال له على طول: وكيف أحب رسوله؟ يعني عايز يقول له: طب إزاي أحبك يا حضرة النبي؟ إزاي؟ كيف أصل إلى حبك الذي يوصلني إلى حب ربك وربي؟
ازاي؟ مش كده ولا لا؟ لان خلي بالك ربنا هنا في الايه، لان طبعا الناس ادعوا المحبه فربنا قال لهم طب تعالوا انتوا عايزين تحبوني، هذا رسولي فاظهروا لي محبتكم من خلال حبكم له صلى الله عليه وسلم، تعالوا وروني حبكم لحضره النبي ازاي. وذاك النهارده كثير من المسلمين يدعي حب النبي وحب النبي منهم براء، زي ما الشاعر بيقول كل يريد وصال ليلى وليلى لا تريد لهم وصاله، زي ما الشاعر بيقول ها، وزي ما الشاعر بيقول تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس الشنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيعه مطيعه. مش كده ولا لا؟ لكن تعالوا بينا النهاردة، لو سألت كل مسلم فينا كم سنة من سنة حضرة النبي متمسك بيها وعمل بيها، هيعد ممكن يلاقي نفسه مش مطبق ربع 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 اللي جاء عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كيف أحب رسول الله؟ إزاي وأنا مقصر في حبه بعدم فهمي لسنته ومعرفتي بسنته ومعرفتي بهديه وعدم سيري على طريقته وعدم اقتفاء الأثر صلى الله عليه وسلم؟ فين؟ إزاي؟ ها؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس الشنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب إيه؟ مطيعه. مش كده؟ لأ، لمن يحب مطيعه. فكده عشان كده الأعرابي، الأعرابي طلع ذكي، وكيف أحب رسوله؟ إزاي؟ فشوفوا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جمل، كل جملة تحتاج إلى لقاءات في الشرح، كل جملة تحتاج إلى إيه؟ لقاءات في الشرح. قال له إذا استننت بسنته، استننت إيه؟ بسنة النبي، والسنة هي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. وتعالى فصل الكلام ده، ها؟ كل شيء، يعني كلمة سنة النبي كل ما ثبت عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال بعثته إلى يوم مماته صلى الله عليه وسلم. شوف التاريخ ده، من ساعة ما ربنا سبحانه وتعالى قال له اقرأ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك يا أيها المدثر، ها؟ خدت بالك؟ فاصدع بما تؤمر، كل ده لحد ما ربنا سبحانه وتعالى خدت بالك قال له وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد صلى الله عليه وسلم، خدت بالك؟ إلى أن اختار الرفيق الأعلى، كل دي سنة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا؟ ده النهاردة الناس تميت السنة وتحيي البدعة، النهاردة الناس اليوم تميت السنة النبي وتحيي البدعة، النهاردة البدعة، الناس في البدعة قائمة وعن السنة مائلة، رغم أنه صلى الله عليه الصلاة والسلام كان يقول لنا اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وكان يقول لنا وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار، وكان يقول لنا صلى الله عليه وسلم من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد أو فهو عليه رد. مش كده ولا لا؟ من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد أو فهو عليه رد. النهاردة محدثات الأمور الناس يقبعون فيها ويعملون بها أكثر مما يعملون بهديه صلى الله عليه وسلم الذي ثبت عنه عليه الصلاة وأزكى السلام. يبقى أين سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول علامة من علامات حب النبي صلى الله عليه وسلم، أول دلالات محبة النبي صلى الله عليه وسلم، أول الآيات التي تثبت أنك تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العمل بالسنة، العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، العمل بما ثبت عنه عليه الصلاة وأزكى السلام. والسنة كاملة، مش تاخد منها شوية وتطول، لا بكل ما تعرفه من سنة النساء على طول ما تتوناش، تسارع إلى تطبيقه، لأنك في تطبيقك لهذه السنة جزء من الطريق الموصل إلى حب الله، خطوة تخطوها في الطريق الموصل إلى محبة الله جل علا. مش كده ولا لا؟ ودي بداية نصرة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، بداية نصرة. قال له كيف أحب رسوله؟ قال له إذا استننت بسنته، إذا إيه؟
ايه ده؟ اذا استننت ايه بسنته، ها، واذا واليت بولايته، واذا ايه واليت بولايته، اي توالي من يوالي رسول الله، وتحب من يحب رسول الله، وتسير مع من يحب رسول الله، وتنصر من يحب رسول الله، وتنصر من يوالي رسول الله، زي ما ربنا قال لنا في الآية: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إنما وليكم الله ورسوله، ها، وواليت إيه؟ بولايته، واليت بولايتي، بولاية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني انظر مثلا، على سبيل المثال، سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، الذي نزل فيه آيات كثيرات تثبت إيمانه وتثبت محبته وتثبت ولاءه لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف مثاله في الحب ومثاله في موالاته لله ورسوله. بديك بس نموذج كده، سيدنا بكر وكل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وأشد، لكن انظر المثل واضح في أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أكثر وأكثر. ماذا؟ أبو بكر في رحلة الهجرة مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شفرت الحب الذي جعل أبا بكر يجعل نفسه فداء لرسول الله، فداء. فكان مرة يسير قدام سيدنا النبي وفي الطريق، يسير مرة قدامه ومرة وراه، مرة عن يمين مرة ماشي، شوف ايه عمال واخدها دايرة حوالين حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، قدامه عن يمينه خلفه عن شماله قدام. فالرسول قال له: مالك يا أبا بكر؟ قال له: يا رسول الله، أتذكر الرصد، يعني الجماعة اللي بيرصدونا، أسير أمامك، وأتذكر الطلب، فأسير خلفك وعن يمينك وعن يسارك، فأنا يا رسول الله لو هلكت هلك فرد، أما أنت لو هلكت هلكت الأمة. لو أصابك مكروه يبقى الأمة كلها ضاعت، أنا لو جرالي حاجة مش مشكلة، أنا فرد، لكن أنت الأمة يا رسول الله، أنت الأمة، حياتك حياة الأمة، حياتك حياة الناس، حياتك حياة البعثة للناس وإحياء الناس. شوف شوف مدى فرط الحب. وتعالى وهو في الغار شاف عصبة الشرك بتبص، اتخض على حضرة، قال له: يا رسول الله، لو أبصر أحدهم إلى موضع قدميه لرآنا. هو أبو بكر خايف على نفسه؟ أبو بكر الصديق خايف على نفسه هو، ولا خايف على مين؟ خايف على حضرة النبي، على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا بينا كده، ده مثال في الحب، صلوا على سيدنا النبي. فانظروا إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، شوف، قال له: أنت فاكر إن أنا وأنت وحدنا؟ لا، ما ظنك باثنين الله ثالثهما إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فشوف فرط الحب من سيدنا أبو بكر لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا بينا، شوف الموالاة بموالاة حضرة النبي. إذا استننت بسنته وواليت بولايته، ما تصلوا على الحبيب. سيدنا أبو بكر كان وصل من شدة طاعته وعبادته أن أهل مكة، كان خرج في هجرة مع حضرة أخذت ملك، أو خرج كده خروجه، فأهل مكة ما كانوش عايزين يصبروا، أو هو رضي الله عنه وأرضاه
كان يعبد الله عز وجل، ومن شدة عبادته ناس أسلمت بطاعته صلى الله عليه وسلم بإخلاصه فراحوا، خدت بالك؟ فدخل مكة في جوار المطعم بن عدي، قال له مثلك يا أبا بكر أن يجار لا يخرج، وكان أبو بكر أراد أن يهاجر زي الصحابة، قال له لا مش أنت اللي تهاجر يا أبو بكر. فدخل مكة إيه؟ يعني أبو بكر أراد أن يهاجر كالصحابة المستضعفين وكالصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة، خدت بالك؟ فأبو بكر فالمطعم قال له المترافق، قال له وهاجروا كما هاجر المسلمون، قال له لا مثلك يا أبا بكر لا يخرج مهاجرا، مش أنت اللي تخرج، مش أنت، لا لا لا. فدخل فيه جوار، يعني في عهد، يعني في حماية، ها في حماية زي النهاردة الحماية الأمريكية وما شابه ذلك. ما تصلوا على رسول الله، مش كمان؟ لا، واحنا بنبص لحماية الناس عشان نسينا حماية ربنا، ما عندنا الثقة بربنا، ما احنا لو كنا متمسكين بديننا ما كانش عندنا ذل لحد، مش كمان؟ لا. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وهو يتولى من؟ لما نوصل للصالحين هيتولانا، مش كمان؟ لا، لما نوصل كده، لما نوصل وهيتولى الصالحين هيتولانا. صلوا على الحبيب. أحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإذا بالمطعم ابن عدي يقول لأبي بكر مثلك يا أبا بكر لا يخرج مهاجر، مش أنت اللي تخرج من البلد كده عنوة، لا وجيرك يا أبا بكر خش كده في أماني وفي حلفي وفي ضمانتي وتحت كفالتي، مش كده ولا لأ؟ فدخل سيدنا، فأخذ سيدنا أبو بكر يصلي، فرحول أهل مكة كان بيصلي وبيقرأ القرآن في قلب الكعبة، فقالوا له روح، يعني أنت ماشي، أنت دخلت أبو بكر في حلفك بس بيأذينا، بيقرأ قرآن محمد وتعبنا، بيقرأ قرآن محمد وتعبنا. إخواننا شوفوا ما أشبه اليوم بالبارحة. إذا كانوا كفار مكة زمان بيقول لك القرآن بيتعبنا، وكان إيه؟ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. النهاردة نفس الأمر بس بصورة تانية، ممكن من المسلم ذاته تقول له قال الله، يقول لك يا عم ما تصدقش دماغي، يا عم اشتري دماغك، كبر دماغك، مش كده؟ لا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. طريقة بس الحد في القرآن بس بطريقة تانية، مش كده؟ لا. يستجابوا، يعني زي الألمانيين النهاردة لما يستجيبوا للمستشرقين، وللأسف الشديد اللي بيصير وراء المستشرقين طائفة علمانية، شو كلمة يعني تنتسب إلى العلم، طب أنا عايز أقول هو العلم بيثبت الحق ولا ضد الحق؟ العلم بيقوي الحق ولا بيهدم الحق؟ أنا بس عايز أقول للجماعة دول، انتوا بتقولوا إن انتوا علماني تنتسبون إلى العلم، هل العلم الذي عندكم ينكر وجود الله؟ هل العلم الذي عندكم يهدم؟ إذا كنتم تعترفون بأن الله هو الله، فهل مما عندكم من العلم يقول إذا اعترفت بأن الله هو الله أن أنقض كلام من اعترفت بأنه هو الله؟ ينفع؟ ما ينفعش، مش كده ولا لا؟ ما ينفعش. اصل خطا، طالما انا ما عنديش في الله شك يبقى ما عنديش في كلامه شك، مش كده ولا؟ لكن اقول ده ربنا شيء وكلامه لا، ما ينفعش، مش كده ولا لا؟ يبقى انكار. وكيف انكر واثبت في ان واحد؟ ما حاجه من الاثنين، يا انا منكر يا انا مثبت، مش كده ولا لا؟ لكن انكر واثبت في ان واحد ما ينفعش، مش كده ولا ايه؟ ما ينفعش، ما ينفعش انكر واثبت في ان واحد، ما ينفع، لأن قانون وسط، قانون التضاد زي ما بيقولوا علماء الفلسفة في قانون الجدل، ما ينفعش. الشيء إما أن يكون أبيض وأسود ولا يجتمع السواد والبياض في آن واحد، مش كده ولا لأ؟ ما ينفعش، قانون الجدل بيقول كده، قانون الوسط الرفيع، مش كده ولا لأ؟ علماء الفلسفة بيقولوا كده. طيب يعني صلوا على الحبيب. يبقى شوفوا نفس ما أشبه اليوم بالبارحة، تشكيك ولو بس كان زمان صراحة، لكن النهاردة ايه؟ بنلوي الطريقة بنجملها، لكن المنهج واضح. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، ها؟ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. النهاردة واللغو في آيات الله كثيرة أوي، مش كده ولا لأ؟ اللغو برضو من اللغو في الحكم، من اللغو في القرآن عدم الحكم به، مش كده ولا لأ؟ وعدم القول بدستورية القرآن، تقول إن القرآن جاي بس عشان تتعبد به، طب ما هو من التعبد به ها ان انا ايه اعرف ما جاء به من احكام فاقيمها، مش كده ولا لا؟
مش ربنا تعبدني بأحكام القرآن؟ ومن ضمن أحكام القرآن الحكم في قضايا الحياة بما أنزل الله، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. مش كده؟ لا، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، حكمه إلى الله. مش كده؟ لا، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. ومن ضمن المحبة لله المحبة لما جاء به الرسول، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. مش كده ولا الآية دي ابن كثير رضي الله عنه قال فيها كلام إن شاء الله هنقوله، هيجي في وقته في كتابنا اللي بنشرحه. صلوا على سيدنا النبي. شوفوا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، صلى في الكعبة، الحق يا مطعم، شوف اللي انت أجرته، راح له المطعم، أبو بكر معلش انت دخلت في عهد وكفلت وخليت كفار قريش، يعني أهل قريش يتقلبوا علي، يعني صلي خلاص. فصلى سيدنا أبو بكر فين؟ في بيته. فأخذ يصلي الصلوات الجهرية يرفع فيها القرآن ويقرأ القرآن يرفع الصوت. فكانت النتيجة إيه؟ إني الناس عرفت، فكانوا يروحوا عند دار سيدنا أبو بكر، شوف القرآن، والله لو سلم الناس زمام قلوبهم للقرآن لاهتدوا. إن له لحلاوة، إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه، وليس من كلام بشر. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية من؟ خشية الله، خشية الله، من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. من خشية الله، من خشية لو الناس سلمت زمام قلوبها بس للقرآن كده وسبت قلوبها للقرآن ستهتدي، سيهتدي القلب وسيخشع، وسيخشع خشوعا تاما كاملا كما يحب الله. أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فسيدنا أبو بكر قال له ماشي هصلي في بيتي، بس هو بيصلي رفع صوته بقراءة القرآن الكريم. فالناس ابتدأوا إيه؟ الصبيان والنساء والشباب يروحوا، كفار مكة شافوا كده جن جنونهم، جن جنون زي النهاردة كل ما تحدث كده صحوة إسلامية والناس ترجع للدين شوية، ها أعدائنا يجن جنونهم يفكروا كيف إيه؟ ها يفتنون شبابنا ويفتنون بناتنا، ها ويأخذون رجالنا بعيدا عن الدين، وإحنا بنستجيب. يا ريت المسلمين يستجيبوا لدعوات دينهم ودعوات القرآن وسنة نبيهم كما يستجيبون لدعوات الجن والإنس. ما تصلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فخدت بالك يا مطعم، الحق أبو بكر فتن شبابنا ونسائنا، وروح قول له بقى اعبد ربك سهل. فإذا شوف الولاء لله والرسول، شوف الولاء. فراح قال له بقول لك إيه؟ قال له بقول لك إيه؟ قال له بص يا أبو بكر يتصلي سرا يترد عليه، قال له أرد عليك جوارك وأكتفي بجوار الله ورسوله. خد جوارك يا عم، لكن تمنعني عن الطاعة؟ لا لا لا، مش عايزك، أنا ما أمنت إلا لله، وما أحببت محمدا إلا من أجل الله، فإذا أتيت تجادلني في الله فلا حب لك عندي بعد الله. ما لكش حاجة عندي، أنا ماليش غير ربنا سبحانه وتعالى. شوفوا الولاء، شوف الحب، شوف الولاية لله ورسوله. إذا وليت، إذا استننت بسنتي ووليت بولاتي، شوف وليت بولاتي. شوف أبو بكر قل له أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله ورسوله، أرضى بجوار الله ورسوله، ها أرد، مش عايز جوارك أنت، أرد عليك، خدت بالك، أرد عليك جوارك وأكتفي بجوار الله ورسوله، وأكتفي بجوار الله ورسولي. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، قل أغير الله أتخذ وليا
فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. انظر إلى الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه وهو يضرب لنا المثل في كيف نوالي الله ورسوله إذا استننت بسنتي ووليت بولاتي. ثم يقول النبي الجملة الثالثة: وعاديت بعداوته، أي تعادي من يعادي رسول الله، أي يعادي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخالف سنة النبي. من يعادي النبي فهو عدوك، ومن يحب النبي فهو حبيبك. ثم يختم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الذي بيّن لنا فيه صلى الله عليه وسلم كيف نحبه، درجات حبه: ألا لا إيمان لمن لا محبة له، ألا لا إيمان لمن لا محبة له، ألا لا إيمان لمن لا محبة له. ومعنى ذلك أن الإنسان لن يكتمل إيمانه ولن يلج في طريق الإيمان إلا إذا كانت محبة النبي صلى الله عليه وسلم مستولية عليه كلية وجزئية، لا مستولي عليه كامل، زي ما الرسول قال ووضح لنا هذا في هذا في حديث آخر هو حديث سيدنا عمر اللي رواه البخاري وغيره: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده والناس أجمعين ونفسه التي بين جنبيه. ده في حديث أشد من هذا. الرسول رسوله لا يؤمن أحدكم، رواه الإمام البغوي في شرح السنة، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، هواه مزاجه، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صلى الله عليه وسلم. يكون هواه مزاجه، شو بدي يكون ما تشتهيه نفسه تبع لما جاء به النبي لا لما يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يبقى أول باب لنصرته صلى الله عليه وسلم محبته، ثم بعد ذلك العمل. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. العمل، العمل بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، لأن الإيمان قول وعمل. مش العلماء يقولون الإيمان قول وعمل، ما ينفعش تحب النبي بلسانك وما خدت بالك وما تحبش النبي بالعمل. ما ينفعش تقول أنا بحب النبي بالكلام والفعل بتاعك بيخالف كده، ما ينفعش. لابد إذا أردت أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحبه قولا وفعلا، تحب بالقول وبالفعل، تنصر بالقول وبالفعل، لكن تنصر باللسان بالكلام فقط ما ينفعش خالص. قال تقمار الدياجي: قل لأرباب الغرام كل من يعشق محمد ينبغي ألا ينام. من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن يسلك سبيل الجهاد في قوة العمل الدافعة التي تثبت ولاءك لله وللرسول. شوفوا الصحابة رضوان الله انطلقوا بقوة حبهم إلى العمل بما فعل به، حتى لو كان في العادة، يعني في شوف يعني في سنة العادات، في سنة العادات كان مش هقول لك العبادة بس، كان الصحابة يتمثلون بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم عملا حتى في سنة العادات، مش في سنة العبادات، حتى في سنة العادات. فسيدنا عبد الله بن عمر شافوه بيلتقط نبات الدباء، عارفين الدباء اللي هو ايه؟ الكوسة، القرى، وبياكلوا ابنها. فقالوا ايه ده عبد الله؟ قال: رأيت النبي يحبه فأحببته لحب النبي إياه صلى الله عليه وسلم. شوف لقيت حضرة النبي بيحب الكلام، أنا حبيت الحب النبي صلى الله عليه وسلم. حتى في سنة العادات النهاردة تلاقي واحدة يقول لك أصل دي سنة عادة. طب سنة عادة مش ثابتة على حضرة النبي؟
صلى الله عليه وسلم. مش احنا بنقول السنة كل ما ثبت عن حضرة النبي من قول أو فعل أو تقرير أو صفة؟ ولا السنة خيار وفقوس؟ ولا السنة شوية وشوية؟ ما ينفعش الكلام. مش كده؟ لا، سنة سنة، مش كده؟ لا، يعني حتى في سنة العادة كان الصحابة رضوان الله عليهم يثبتون من خلالها قوة الحب لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. شوف قد ايه بسنة. وتعالى بينا شوف الصحابة كان من قوة حبهم للنبي في سنة العبادة، ها، كانوا يقيمون السنة على أي شكل. يعني كان سيدنا يقيم الليل في أول مخافة أنه يروح عليه نوم، مع أنه كان منضبط كالساعة. سيدنا عمر كان يقيم الليل في الثلث الأخير الليل، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما أبو بكر فقد أخذ بالحيطة وأما عمر فقد أخذ بالعزيمة. شوف شوف قوة العمل الدافع. النهاردة احنا بننام ومحدش يعرف يعني قيام الليل، يعني ايه قيام الليل؟ قيام الليل اللي ربنا بيقول ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. مش كده؟ لا، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ها، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. قيام الليل الذي كان في حقه فرض صلى الله عليه وسلم وفي حقه سنة. قيام الليل الذي يقول عنه النبي إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لمن ألان الكلام وأطعم الطعام، ها، وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. حديث في أربع سنن من سنن حضرة النبي ما بينفذوش إلى القليل. مش كده؟ لا، وصلى بالليل والناس نيام. ها، فين صلاة الليل؟ عليكم صلاة الليل. الرسول يقول عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين من قبلكم ومطردة للداء من أبدانكم ومرضاة لكم عند ربكم. وفي رواية وعلموا أن شرف المؤمن قيام الليل. شرف المؤمن فين؟ قيام الليل عبادة مهجورة، عبادة مهجورة. ها، فين سنة الضحى؟ سنة الضحى التي وضح لك النبي أنها زكاة بدنك، زكاة، ها، شكر نعمة الإحياء لله في اليوم. شكرا؟ لا، شكر النعمة، وهي كفاية لك من الله، سنة الكفاية والعزة لك من ربنا. يا ابن آدم اضمن لي أربع ركعات، أربع ركعات أول النهار أكفك آخرة. كفاية من الله. فين حب النبي عندنا بالفعل؟ فين حب النبي في الصلوات المسنونة والصيام المسنون والزكوات المسنونة والذكر؟ سيدك النبي صلى الله عليه وسلم كان كل على أحوال حال بيذكر ربنا. أنت النهاردة لسانك قد ينطق بالسب على سبيل المثال. النهاردة مسحنا مع بعض سب ولعن، بمزح مع واحد بشتمه، ده مزاح، ده ضحك، مش كده؟ لأ، مزحنا مع بعض سب ولعن، والرسول كان بينهانا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان بينهانا عن هذا، بينهانا عن هذا. ها، أيها الإخوة، نريد حتى لا أطيل عليكم، نريد أن نعرف كيف ننصر رسول الله. نصرة النبي عملا، نصرة النبي فعلا، نصرة النبي اهتداء، نصرة النبي اقتداء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. أسأل الله أن يرزقنا العمل بسنته والسير على ملته والاستقامة على ضربه وشرعته. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وكل عمل يقربنا إلى حبك، واجعل حبك أحب إلينا من شربة الماء العذب الذلال في اليوم الشديد الحار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك هداية من عندك تجمع بها أمرنا وتلم بها شعثنا وتصلح بها غائبنا وتزكي بها حاضرنا وتلهمنا بها رشدنا وترد بها إلفتنا. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد نسألك الأمن يوم الوعيد، نسألك الأمن يوم الوعيد، نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود. إنك رحيم ودود وإنك تفعل ما تريد. اللهم اجعلنا سلما لأوليائك وحزنا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. اللهم اجعل لنا في قلوبنا نورا
وفي أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، وفي قبورنا نورا، وفي قبورنا نورا، وعلى الصراط نورا، وبين يديك نورا. اللهم أعطنا نورا وأعظم لنا نورا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم اجمع شتات المسلمين. اللهم اجمع شتات المسلمين. اللهم ألف بين قلوب العرب والمسلمين. اللهم حرك المسلمين للجهاد حتى يحرروا العباد والبلاد، ويحرروا الأقصى الأسير، ويحرروا الأقصى الأسير، ويحرروا الأقصى الأسير. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن ترزقنا رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك، وموتا في حرم رسولك، ودفنا في حرم رسولك. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، نسألك حسن الخاتمة والفوز بالجنة وشفاعة المصطفى. اللهم أوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه ربنا في الجنة كما آمنا به ولم نرى. اللهم كما آمنا به ولم نرى، فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا، كما نسألك ربنا حجة مبرورة، وذنبا مغفورا، وسعيا مشكورا، وتجارة لن تبور. اللهم آمين آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علتوضى كده من الها، صلى الفجر ولفف مصر وحواليها. الله الله على الأزهر، الله 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 أكبر، أم الدنيا كمن وأكتر، لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها. الله الله.